ما والله اخليكم صح بدنكم. انا عندي ابيات اطلبوها مني وانا جاي في السياره، ومعي سلام لكم جميع وبالخصوص اخوي عبد المجيد. الله يطول عمرك. يسلمون عليكم المتابعين. يا بعد راسي يا بعد. يقول تعشمت بك يلي عطيتك من الايام، ما يحلم به اللي وده يصافح يديني، تراني لغيرك يا حبيبي من الاحلام، تلاحق زمانك قبل لا تطيح من عيني، انا وانت ما نصلح نعيش الزمان اخصام، تعال انت قاسم عمرنا بينك وبيني، ولا يطيح حظك بعد حظك يا خلي قام، ما دام من حبك جاري في شراييني، لا تهزمني وتنصر على حسابنا اللوام، وانا من ملامك فيني اللي مكفيني، ويومي بدونك يا حبيبي مسيره عام، 30 عام عشتها يا معنيني، ما بين الفرح بكره وبين الفرج قدام، حتى الخطاوي تايهن في عناويني، لو ان المواصل صعب لا تحرم اللي صام، وقلبك على قلبي ودينك على ديني، انا راضي وصلك لو انه بصوت وكام، عشان استعيد المعنويه وروتيني، ترى الناس من دون الاحاسيس كانها صنام، وترى الحب لو يلوي ذراعي ما يبكيني، من جروح حبك ماني بمعلن استسلام، احب الجروح وما احبك تخليني. يا سلام يا سلام. صح الله يبارك فيك يا سيف. مشاهدينا